نحن يجب علينا أن تكون لدينا ذاكرة حقيقية لما يجري على الأرض، ويجب علينا أن نتابع الأحداث. ما يتحدث عنه المجتمع الدولي نقطتين دائما نتكلم عنهما، هما الإرهاب وقضية الهجرة غير الشرعية. ولذلك المجتمع الدولي لا يعبأ بما يتحقق في أي شيء، لم يتحدث عن معاناة الشعب الليبي، ولا رفع المعاناة على الشعب الليبي، ولا الأمور الاقتصادية ولا المالية، حتى بما تحدث في مؤتمر مالطا وإيطاليا عن الميزانية لم يتم تحقيقها. ولذلك الاتفاق السياسي هو معتمد على ما تريده هذه الأطراف في سبيل تحقيق أجندتها على الأرض الليبية. معروفة ليبيا تتمتع بخيرات، تتمتع بكل المقاييس التي يمكن أن تجعل منها دولة ناهضة حتى بعد أشهر من عملية الاستقرار والأمن، وهو ما تحاربه بعض الدول الإقليمية من أجل ألا تنهض هذه الدولة وألا تستقر. ولذلك هذا الاتفاق لم يحقق أي شيء على الأرض، وعندما يتم عدم تحقيق أي شيء على الأرض يعتبر هذا الأمر فاشل أو أن به أخطاء يجب أن يتم تعديلها. تصور حتى عندما تم التعديل واتجاه إلى التعديل رأينا ماذا حدث. بدأنا نتحدث عن أشخاص ولم نتحدث عن بنود موجودة في الاتفاق. بدأ عملية تشخيص هذا الاتفاق والمادة الثامنة هي ما تدل على ذلك. ولذلك هم بعض البعض يريدون أن يفشلوا الاتفاق من المجتمع الدولي من أجل تحقيق أمورهم، لأن لديهم في الفوضى ولديهم في هذه الأمور مآرب أخرى.